بقيتيو على عهد الله، لا بقيتيو قانعين بداك الشيء اللي جاب الله. القناعة الإخوان راه كنز لايفنا. واش بغيتيو توليو كاع رئيس الحكومة؟ أنا رئيس الحكومة نقول لكم والو، شوية الحوايج تبدلوا. هادشي اللي كاين. وما عمرو ما كان عندي شي 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 فرنك في البنك، دابا كاين واحد شويه واحد. الله يجعل البركه ويالله يالله. سميتو جا عماره قال لك خص تحط 5 الملايين عاوتاني، مليون في الشهر، فهمتي ولا لا؟ فهادشي اللي كاين. دوك واصا جيتين ما تبقاوش تتحلموا، ما كاين والو، راه غير الوهم. انما الحياه الدنيا، كل حياه الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا الشيء اللي كاين، وهذا الشيء كله راه ما كاين والو، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل. هذا الشيء اللي كاين. لذا خليكم الإخوان، بقاو في الأمور الكبيرة اللي جيتيو لها النهار الأول، تبقى بين عينيكم.